السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدموا حلوى بريستيج على هذا الشكل بالنوغا والشوكولاط. شوفوا دابا المقادير وطريقه التحضير. غنحتاج هنا النوغا ديال اللوز اللي سبق لي وحضرتها معاكم، غنحتاج الشوكولاط ابيض والشوكولاط اسود. شوفوا دابا طريقه التحضير. نجيب هنا نصيب ديال بابيون، نضيف فيه بابيون شكلاط ياك، نخليه ساخن ونحيد. جاهز معايا، كنجيب السيليكون اللي وضعت فيه النوغا، هو اللي كندير فيه الشكلاط بحال انا غنستنى نفس العمليه، كنكمل كاع البلاطه اللي عندي ونخليها حتى تكرم عن الزبده. بعد ما انا هنا الغريزه ديال بابيو درت لهم ستايو في الالوان، نجيب هنا الشوكولاط ديالنا ونوضع فيه شويه ديال الكراميل، نحط النوغا ونوضع في الشوكولاته الاخرى تهي شوية كراميل، باش تلصق لينا كيف ما كتشاهدو معايا كتجي النوغا ديالنا الوسط. غنجيب هنا الفاطميون ونضع فيها شوية ديال الكراميل، نحطها بحال هكدا كيف ما كتشاهدو. عاود وحدة أخرى، نجيب كراميل نوبة، بعد نوضع ثاني شوية ديال الكراميل، نوضع كراميل الشوكولاط. انا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الحلوه اللي عندي. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي الحلوه ديالنا بريستيجيه هذه كيفاش جات، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله.